مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير بالسجن لعامين ومصادرة الأموال لموضع الاتهام. دولة جنوب السودان تؤكد دعمها الكامل لرئاسة السودان لمنظمة إيجاد. خروج المئات من المتظاهرين وسط الخرطوم في مسيرة تندد بسياسة الحكومة الانتقالية. أهلا بكم مشاهدينا. حكمت محكمة جنايات الخرطوم برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي على الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بالسجن لمدة عامين ومصادرة العملة الوطنية والأجنبية موضع الاتهام، والتي ضبطت في مقر إقامته بقصر الضيافة لصالح حكومة السودان، وذلك وفقا للمادة 21 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل سنة 15 و2000، مقروءة مع المادتين 5 و9 من قانون تنظيم التعامل مع النقد الأجنبي لسنة 1981 والمادتين 6 و7 من قانون مكافحة الثراء الحرامي والمشبوه. وأكد قاضي المحكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهم أدخلت البلاد في تحديات اقتصادية أدت لارتفاع في أسعار السلع وانخفاض سعر العملة الوطنية، لينتج عن ذلك كله عدم مقدرة الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين. 1. إيداع المدان عمر أحمد البشير مصادر الرفاع الاجتماعية لمدة عامين على أن تحصل المدة بعد انتهاء ميراث البلاغ 5650 على 2019 الخاص بخطاب التسليم الوارد إلينا بتاريخ 28 أغسطس 2019 مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية والمحددة بمستند الاتهام 5-6 لصالح حكومة السودان، صدر تحت توقيع أنا الصادق عبد الرحمن الفكي قاضي محكمة الاستئناف المكلف في يوم 14 ديسمبر 2019، يسلم الأطراف صور من الحكم ويسمح لهم بالاطلاع ويخطر بحقهم في الاستئناف في 15 يوم بليلة محكمة الاستئناف. رفعت الجلسة. إلى ذلك استنكر رئيس لجنة الدفاع عن المتهم أحمد إبراهيم الطاهر الحكم الصادر ضد البشير، وأكد في تصريحات صحفية أن الحكم صدر متأثرا بالإعلام المضاد، مشيرا إلى أن الحكم بني على تأثيرات الشارع وليس على ما في داخل المحكمة من حقائق، مؤكدا أنهم سيستأنفون الحكم الصادر ضد موكلهم لدى المحكمة العليا. ذكرنا له ونبهناه ألا يتأثر بذلك، وقد أكد لنا في الجلسة الأولى أنه لن يتأثر، ولكن هذا الحكم كله الآن بني حقيقة على ما في الشارع من إعلام وليس ما في المحكمة من حقائق، ولذلك نحن سنستأنف هذا الحكم إن شاء الله لمحكمة الاستئناف ثم للمحكمة العليا ثقة في أن القضاء لا زال بخير إن شاء الله. أشادت عضوة مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد بالمستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، وبحثت خلال لقائها وزيرة خارجية جنوب السودان أشويل لينو مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل ترقيتها. وأكدت وزيرة خارجية جنوب السودان دعم بلادها الكامل لرئاسة السودان لمنظمة دول إيجاد، واعتبرتها خطوة مهمة لتفعيل التعاون لمواجهة التحديات في الإقليم، ودعت المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على السودان. من جانبها أوضحت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله أنها بحثت خلال اجتماعها بوزيرة خارجية جنوب السودان التشارك والتعاون المتبادل بين البلدين في تحقيق السلام في كليهما، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الوزارتين. وأشارت إلى أن الوزارتين بصدد التوقيع على مذكرة تعاون بين معهدي الدبلوماسية في البلدين لتدريب الدبلوماسيين والإداريين العاملين في البلدين. ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين ومشاركة كل دولة في محادثات السلام بالنسبة للدولة الأخرى سواء للسودان أو لجنوب السودان. تحدثنا أيضا عن العلاقات الثنائية بين وزارتي الخارجية، لأن هناك مذكرة تعاون سيتم التوقيع عليها قريبا بين الوزارتين، كما أن هناك مذكرة تعاون
بين معهدي الدبلوماسية في السودان وفي جنوب السودان. خرج المئات من المتظاهرين في وسط الخرطوم في مسيرة أطلق عليها الزحف الأخضر، ندد فيها المتظاهرون بسياسة الحكومة الانتقالية، ورفع المتظاهرون شعارات عبروا فيها عن رفضهم لسياسة الحكومة الانتقالية التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها العزل والإقصاء وعلمانية الدولة وتغيير مناهج التعليم. وشارك في موكب الزحف الأخضر عدد من التيارات المناوئة للحكومة الانتقالية، وكانت القوات المسلحة قد فرضت طوقا أمنيا على كافة الطرق المؤدية للقيادة العامة تحسبا للموكب الذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية. أيضا لتطالب بحقوق مشروعة، منها العيش الكريم، ومنها ترتيب الاقتصاد بما يتوافق مع لقمة العيش. وخرجت هذه الشعوب من كل أنحاء السودان، ليس منتمية لحزب، وليس منتمية لقبيلة، وليس منتمية لطريقة، حتى تعبر تعبيرا صادقا وفقا للقانون ووفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية. خرجت لتعبر عن رغبتها الحقيقية في تثبيت الدين. أنا بفتكر أنه أخونا برهان وأخونا حميتي وكل المكون بتاع المجلس العسكري لا يدخل راسه في الرمال ويخلي الشعب بهذا المستوى الماشي، والدين خط أحمر، الدين خط أحمر. رسالتها له لأنه يبعدوا من الدين، يقعدوا يحكموا الإسلام. نحن ادينا لهم فرصة، اديناهم فرصة ثلاثة سنة يقعدوا معانا بالدين، قعدوا معانا بالدين نشيله في الراس، والله يقعدوا معانا بالدين نشيله في الراس. رسالتي لحمدوك، الآن إذا أردت أن ترفع الاقتصاد فنحن مع الذي يحاول أن يرفع الاقتصاد. لم تخرج هذه الشباب، شباب التغيير، لم تخرجهم الأحزاب. رسالتي أن الأحزاب لم تخرج حد، كيس الملاح خرج الناس. الآن يا حمدوك ومن معه، الآن يطلع لك الشارع وأولهم نحن الشباب. ننادي بأحكام منبثقة من الشريعة الإسلامية، أن إحنا ضد صيداو وضد العلمانية وضد الصهيونية وضد الإمبريالية، وصيتنا للأخ رئيس المجلس السيادي والأخ نائب رئيس المجلس السيادي والأخ الكباجي والأخ ياسر العطا، إنه البلد ده أمانة في رقبتكم. أكدت الحكومة عدم وجود أي اتجاه لزيادة عدد الولايات في وقت أعلنت فيه بأن إعلان ولاة الولايات سيتم في غضون الفترة المقبلة. وقال رئيس مفوضية السلام سليمان محمد الدبيلو في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الترشيحات لاختيار الولاة ولاختيار أسماء ولاة الولايات المدنيين ما زالت مستمرة، كاشفا عن عقد اجتماعات مع جهات الاختصاص لإكمال عملية الاختيار. وأوضح ديبيلو أن بعض الولايات دفعت بأسماء عديدة، مشيرا إلى أن الولاة المدنيين الذين سيتم اختيارهم سيشغلون مواقعهم لفترة مؤقتة إلى حين نهاية الفترة الانتقالية. نظم الحزب الشيوعي جنوب النيل الأبيض ليلة سياسية حول الراهن السياسي. وأكد عضو اللجنة المركزية للحزب صدقي كبلو أن ثورة ديسمبر حققت التغيير الداخلي للإنسان السوداني، ودعا لجان المقاومة لحماية الثورة والعمل على تحقيق أهدافها. وتطرق كبلو للتخريب والدمار الذي لحق بكافة مقدرات الدولة، وقال إن إصلاحها يتم عبر مراجعة مؤسساتها وإعادة سلطاتها وإحكام التنسيق بينها. وأضاف أن معالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد تتطلب إصلاح النظام المصرفي والتجارة الخارجية بتحديد الواردات والاستفادة من عائد الصادرات في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن السلام الشامل والعادل لا يتحقق إلا عبر مؤتمر شامل للسلام يتناول جذور القضايا. ودعا قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأبيض لوضع برنامج تنموي شامل يتوافق مع الإمكانيات التي تتمتع بها. يعني نحن العمل السياسي عندنا إنه القضايا لا تمسك في الخرطوم، تمسك في كل منطقة بحدها عشان تتطور المنطقة وتوضع أجندتها الصحيحة. للأسف الشديد
أنا ما عايز أحبط المستمعين اللي من النيل الأبيض موجودين في بيستمعوا لي في حتات بعيدة. أنا وداخل إلى النيل الأبيض اليوم شعرت بحزن عميق جدا. شارع الخرطوم كوستي متدهور. ضبطت قوات الدعم السريع بولاية شرق دارفور كمية كبيرة من المخدرات بعد عملية رصد وتتبع للمروجين. وقال قائد قوات الدعم السريع بالولاية إن القوات تعمل على محاربة جميع الظواهر التي تضر بالمواطن من خلال شعارها جاهزية سرعة حسم. ما يترتب على المجتمع أن احنا بنحسمها في أقل وقت، لأنه الشيء ده بيعطل في مشهود ناس كثيرة جدا. نحن دايرين شباب السودان يكون فيها شباب للمستقبل. من جهته ثمن مدير شرطة الولاية مجهودات القوات النظامية في محاربة الظواهر السالبة، وأكد أن القوات النظامية لن تسمح أبدا بمرور المخدرات عبر أراضيها، موجها رسالة شديدة اللهجة لأصحاب الأغراض التي تضر بالمواطن والاقتصاد. أن لجنة أمن الولاية لن تسمح بالعبث بأمن المواطن وأمن الممتلكات العامة مهما كانت الدوافع والمبررات، وأي كان من يقف وراءه ستطال يد القانون. نحن نسمن حقيقة هذا الجهد العمل الكبير اللي قام به أخواننا في الدعم السريع، ويعول عليهم حقيقة كثيرا، لأنهم الآن عندهم الفرق بتغيم وعندهم الفرق بتترصد المعلومات وتحركات هؤلاء بالنسبة لنا يعني. وإن شاء الله يعني نحن برضو حنرسل رسالة الثانية المهربين انه المسألة بتاعت انه يتخذوا ولاية شرق دارفور عبور، المسألة حيكون فيها مخاطرة كبيرة جدا. شاهدينا جولتنا في السودان هذا المساء مستمرة معكم، تتابعون فيها بعد قليل. وزير الطاقة والتعدين يؤكد أهمية وجود الحكومة بمواقع التعدين الأهلي. أكد وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم غياب الحكومة في أماكن التعدين وأسواق الذهب منذ بدء عمليات التعدين الأهلي في العام 2006. وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قضايا التعدين في السودان بالخرطوم إن الحكومة لا توفر أي خدمات بمناطق التعدين، على الرغم من أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات المنتجة في ظل تراجع الزراعة والصناعة. وشدد إبراهيم على أهمية وجود الحكومة وبسط خدماتها في مناطق التعدين حتى يستفيد الاقتصاد من هذا القطاع، مقرا بعدم جاهزية الحكومة بنسبة 100% لا سيما من ناحية السياسات وبسط الخدمات، وأعلن عن خروج بنك السودان نهائيا من مشتريات الذهب. تعهد والي نهر النيل عبد المحمود حماد بإنفاذ الاتفاقيات الإطارية وبروتوكولات التعاون المشترك بين ولايته والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الروسية. وأعلن خلال لقائه وفد الهيئة جاهزية الولاية للبداية الفورية لإنزال الاتفاقيات أرض الواقع، خاصة مشروع التخلص من استخدام الزئبق والسيانيد مع إيجاد بدائل صديقة للبيئة وحمايتها من التلوث، باعتبار أن الولاية من أكبر الولايات إنتاجا للذهب، مؤكدا أن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الجانبين بمدينة سوتشي الروسية تعزز لأطر التعاون المشترك في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والمياه الجوفية. يعني زاروا بعض المواقع في سوق العبيدية في إطار معالجة 3 قضايا هي البحث عن البدائل للزئبق والسيانايد في إطار إصحاح البيئة، وأيضا البحث عن توليد الطاقة الكهرومائية أو إضافة يعني محطات للطاقة حتى تنعم هذه الولاية بهذا القدر الكبير من الإمكانيات الموجودة. أيضا هنالك بحث عن المياه الجوفية للاستفادة منها في المشاريع الزراعية اللي حتكون واحدة من الأنشطة اللي حتمارسها هذه الشركات من خلال شراكات تقوم بين حكومة السودان والحكومة الروسية. هذا واتفق الجانبان على أن تقوم الهيئة الجيولوجية الروسية بدراسة الموارد الطبيعية بالولاية مع عمل دراسة علمية حديثة لحماية البيئة وكيفية الحفاظ عليها. كما تطرق اللقاء إلى مشروع توليد الطاقة الكهرومائية والحرارية بتمويل من الحكومة الروسية لإنتاج أكثر من 900 ميجاوات لمقابلة احتياجات الولاية من الطاقة. كما تم الاتفاق على توقيع عقد لوضع خريطة جيولوجية لنهر النيل.
هذا البلد، البلد السودان، هذا البلد العملاق، هذا البلد ربنا حباه بخيرات داخل أرضه وفي خارج أرضه، بلد يحتاج لتفجيرها هذه الطاغات، هذه الطاغات الكامنة، ويحتاج يعني أناس يعني ذو أمانة مهنية وذو أمانة يعني أخلاقية. مشاهدينا، جولتنا في السودان هذا المساء انتهت، لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير بالسجن لعامين ومصادرة الأموال موضع الاتهام. دولة جنوب السودان تؤكد دعمها الكامل لرئاسة السودان لمنظمة إيجاد. خروج المئات من المتظاهرين وسط الخرطوم في مسيرة تندد بسياسة الحكومة الانتقالية. انتهت جولتنا في السودان هذا المساء مشاهدينا، قدمناها مع زملائنا من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق.net. دمتم في أمان الله.